مرحبا يا أعزائي، كيف حالكم؟ اليوم سنرسم حيوانات بواسطة أوراق الأشجار. وبالنسبة لأي حيوان سنرسم؟ مباشرة سنرسم التمساح والحوت وسنحاول رسمهما جيدا. لذلك هيا نبدأ بالتعلم مباشرة. اليوم سنرسم الحوت والتمساح، وسنبدأ بالتمساح أولاً. أولاً سنرسم المياه والسحاب، ونقوم بالتلوين أولاً. ثم نقوم بوضع الصمغ ونحاول رسم الحوت. نضع الصمغ هكذا بشكل كبير. ثم نقوم بوضع أوراق الشجر ولصقها. لقد لصقت الذيل بالأوراق الحمراء. والعين لصقتها بأوراق الورد الصغيرة.
والزعانف أيضا نرسمها بلصق أوراق الشجر هكذا. يمكنكم اللصق بعد التقطيع بالحجم الذي تريدونه. وإذا أردتم الرسم أكثر، فمن الجيد تلوين أيضاً السماء. نعم، وبعد ذلك سنرسم التمساح. نرسم الأعشاب ونرسم المستنقع أيضاً باللون فقط هكذا. ثم بعد ذلك نرسم التمساح فوق المستنقع. ثم نلصق أوراق الأشجار. الذيل والفم نرسمهما بلصق أوراق الأشجار الكبيرة هكذا. والفم نرسمه بورقة شجر واحدة وتم قصها لنصفين.
ثم بعد ذلك نرسم الأرجل الأربعة هكذا. والعين نرسمها بلصق أوراق الوردة الصغيرة. وفقط أسنان التمساح نلونها بألوان أقلام التلوين. ثم نرسم الشمس والسحاب بشكل خفيف. والآن اكتمل كل شيء يا أصدقائي. كيف كانت محاضرة اليوم؟ يا أعزائي، رسمنا بأوراق الأشجار حيوانات رائعة هكذا، وبالطبع يختلف الشعور عن محاولات الرسم بأقلام التلوين، ما يجعل الرسم ممتعاً أكثر لأنه مختلف. نعم، والآن تطلعوا للمحاضرة القادمة يا أصدقائي، وتعالوا بعد جمع أوراق الشجر للمرة القادمة أيضاً. أراكم في المحاضرة القادمة. مع السلامة.